صباح الخير يا سلمى. يسعد صباحك عفاف. يسعد صباحك. صباح الخير لجميع مشاهدينا ولجميع اكيد كادر صباحنا، غير اليوم عم نشوف هيك طاقه ايجابيه وفرفشه من عند الصباح. بدي اتمنى لكم بهذا الصباح والصباحات القادمه تحمل معك كل الخير وكل الاشياء يلي بتحبوها. دائما الصباح هيك بنفيق بنتمنى بعض الامور يلي تصير معنا، ولكن لازم نتاكد بالاول انه تكون خير لنا. مكملين معكم صباحنا، ولكن اكيد بدي ارجع اصبح على سلمى. يسعد صباحك عن جديد يا عفاف، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب هالنهار يكون هيك بدايه خير وانجازات لكم. اكيد شوي بلش الطقس هيك مثل ما بيقولوا تنزل درجات الحراره، ولكن نحن مقبلين لسه على ارتفاع بالايام القادمه، واكيد بنتمنى لكم الصحه والخير والرزق. محطاتنا عديده ومتنوعه، ومثل العاده بنروح نصبح عليكم بغنيه ونبلش اولى فقراتنا. دائما سلمى بنشوف الام اللي جابت بيبي صغير بتحتار كيف بدها تتعامل معه، لهيك مشاهدينا اخترنا باولى فقراتنا بضمن فقره هل تعلم نعرف كيف ممكن الام تتعامل مع مولوده الجديد. رح نتابع سوا. كثير من المعلومات ممكن يتم تداولها عن الاشهر الاولى للطفل، لكن اليوم معلومات ممكن تساعد كل ام بالتعامل مع طفلها. هل تعلمين بأنه يمكن للأطفال رؤيتك وسماعك وحتى شمك منذ البداية؟ وهل تعلمين بأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر إلى 3 أشهر يرون الأشياء أفضل، وبحلول 3 أشهر يكون لدى الأطفال مجموعة أكبر للرؤية؟ وهل تعلمين أن 75% من كل وجبة يذهب لبناء دماغ طفلك، وأن أكثر من 80% من دماغ الطفل يتشكل في عمر 3 سنوات؟ وهل تعلمين أنه في عمر 6 أشهر يمكن لطفلك أن يأكل أي شيء ما عدا العسل الذي لا ينبغي إعطاؤه إلا بعمر السنة؟ وأخيراً، هل تعلمين أنه لزيادة التقدير الذاتي للرضع وزيادة ثقتهم بنفسهم؟ اتبعي دائماً نهجاً إيجابياً في عملية التعليم، وحاولي أن تقولي نعم، جيد، أحسنت، بدلاً من لا، سيء، ليس جيد. رح نروح لمحطتنا التالية. كيف تحبي تبلشي؟ شو أول شيء بتحبي تشربي الصباح عفاف؟ صراحة متى متى أو عسل وليمون. في كتير ناس يعني مثل ما بيقولوا العادة عندها هي فنجان القهوة. طبعا فنجان القهوة صح هو عادة، ولكن أيضا له فوائد كتير مثل ما بيقولوا زيادة التركيز وغيرها من الفوائد، إذا طبعا تناولنا بكمية معقولة مو كمية زايدة. خلينا نتعرف على الفوائد القهوة أكثر بالتقرير التالي. ما إن نستيقظ صباحا نتوجه بشكل اعتيادي إلى فنجان قهوة صباحي يمنحنا النشاط والطاقة، لكن هل لهذا الروتين الصباحي فوائد فعلية؟ هو ما سنتعرف عليه الآن. فوائد شرب القهوة الصباحية: ينشط الكافيين الموجود في القهوة الذهن والذاكرة، تخفف القهوة من الصداع لأن مادة الكافيين تزيل الاحتقان الأوعية الدموية في المخ، يوسع الكافيين الشرايين التاجية من ما يزيد من التروية الدموية لعضلة القلب. للقهوة قدرة على الحد من الشهية المفرطة. تنشط القهوة الجهاز العصبي المركزي، وتعد القهوة مصدر غني بالمواد المضادة للتأكسد والتي تقلل بدورها من آثار المواد التي تضر بالجسم. لكن زيادة شرب القهوة يومياً عن المعدل الطبيعي لا يمنع من وجود بعض المضار والآثار السلبية، ومنها تضخم الغدة الدرقية، زيادة نسبة الحامض البولي في الدم، التهاب شرايين الأطراف، زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وخفقان القلب. فنجان قهوة صباحي ممكن يمنحك إلى جانب النشاط الذهني الكثير من الفوائد، لكن المطلوب الاعتدال. ومكملين معكم اكيد لاولى فقراتنا رح تكون طبيه. بنعرف سلمى انه كثير من الاشخاص بيعانوا من غباش بالرؤيه. صحيح عفاف، ويمكن كثير ناس ما بيعرفوا شو السبب او شو هي الظاهره اسمها. صحيح، وخصوصا هذا المرض بيعاني منه كثير من الاشخاص، واكيد عند وجود مشاكل بكيفيه استقبال الضوء وتركيزه على الشبكيه، وهذا الشيء يعرف اليوم بالخطا الانكساري.
أكيد رح نتعرف ضمن فقرتنا الطبية لليوم على الخطأ الانكساري في العين، أسبابه وطبعا طرق علاجه وغيرها من التفاصيل مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور جهاد نويلاتي، وهو اختصاصي في علاج أمراض العين والجراحة. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا. صباحك يسعد صباحكم، صباح المشاهدين. أهلا صباح الخير دكتور. خلينا بالبداية نتعرف على هذا المرض، الأخطاء الانكسارية أو الخطأ الانكساري، شو هو بالضبط؟ تمام، هلأ لنشرح شو هو الخطأ أو الخلل الانكساري اللي بيحدث أثناء الرؤية. خلينا بالبداية نشرح آلية عمل العين. آلية عمل العين مثل أي كاميرا، هي تحويل الضوء اللي صادر من الصورة اللي عم نشوفها لتحويله لصورة واضحة على الشبكية، والشبكية فيها خلايا عصبية بتنقل هالصورة للدماغ اللي هو بيفسرها بالشيء الموجود حوالينا. هلأ الضوء رح يدخل لداخل العين، يتعرض مثل أي عدسة لانكسار، مثل أي عدسة حاطينها بمرق من خلال الضوء، بيتركز بنقطة معينة. هلأ وظيفة العين حتى تكون سليمة، هالانكسار يلي بيخضع له الضوء الداخل للعين لازم يطلع بصورة واضحة على الشبكية. هلأ أي خلل بالانكسار الضوء هو داخل لداخل العين رح يؤدي لأنه يتكون الخيال على الشبكية بطريقة مشوهة. فهون شيء منقول شيء اسمه خلل أو خطأ انكساري، يعني انكسار العين مثل أي عدسة، مثلا كان في خلل، كان في نقص، الخيال رح يكون على الشبكية بشكل أمامي، هون بيطلع حسر البصر، يعني بيكون انكسار العين كتير، تمام، قوة الكاسرة للعين كعدسة، وقت بتحول الخيال لشبكية زيادة فبيطلع النقص. ممكن الانكسار اللي بيخضع له الضوء بيكون القليل، فبالخيال الشبكي بيتركز خلف الشبكية، من هون بتنتج بما يعرف أسوأ الانكسار يلي بتحدث بالأعمار كلها، من عند الأطفال ممكن تكون ولادية ومتقدمة بالعمر، يلي هنن إذا كان الخيال وقع أمام الشبكية فهو نقص أو حسر البصر، إذا الخيال وقع خلف الشبكية تمام هو مد البصر، إذا كان الخيال وقع بشكل مائل أو يعني جزء منه على الشبكية، جزء خلفي أو أمامي، هو الانحراف أو حرج البصر. فهي هي الخلل الانكساري اللي بنسميه بالعامي ولد، مثلا ابني عنده نقص، أنا عندي نقص، أنا عندي مد، أنا عندي انحراف أو استيغماتيزم، كلياتهم بيدخلوا من ضمن هالكلام. طيب دكتور خلينا نحكي عن أسباب حدوث الخطأ الانكساري، وخصوصا أنه مثل ما قلت أنت ما له عمر معين، يعني مثلا في أمراض من العين بنعرف أنه مثلا ممكن يتأثر عليها العمر، التقدم بالسن، السكري وغيرها، ولكن الخطأ الانكساري ممكن نشوفه عند أعمار صغيرة. لا، بأعمار صغيرة ممكن يكون ولادي، بيطلع مع العمر وقت بتكبر العين ممكن نتيجة أمراض بتصيب مثلا جسم البلوري، بتصور مثل المي البيضة بدايتها، مثل أمراض القرنية اللي بتصير، كله بيحدث خلل انكساري. بس خلينا نحكي بالحالات الشائعة اللي عين سليمة، طفل يعني بلش يفوت على المدرسة، كان يشوف منيح، صار مثلا بالعمر 6-7 سنين عم يقول لأمه مالي عم شوف على اللوح. غالبا هون بيكون نتيجة النمو العين، مثل ما حكينا انه وقت بيطلع الخلل الانكساري له علاقة يا اما بانكسار الضوء تمام كجسم بلوري، يعني انه في الانكسار ما عم يكون ضابط، او العين كبرت، يعني هو حسر البصر النقص، الخيال بيجي قدام الشبكية، يا اما الضوء اللي فايت على العين عم يصير فيه انكسار كتير، عم يكون الخيال قدام الشبكية، يا اما العين عم تكبر. فهو الشائع انه مثلا اثناء النمو بتكون مثلا عمر 5 سنين الخيال واقع على الشبكية، كبر الطفل، كبرت العين، فالخيال اجى قدام، فبلش يطلع عنده درجات نقص. فمن هون بتقول انه مثلا تفحصه عند الطبيب للطفل انه والله عنده بلش شوية نقص عنده، فبدنا نساعده بنظارة، الشغلات البعيدة ما عم يشوفها. هذا بده مراقبة لانه مرتبط بالنمو، مثل ما حكينا انه العين عم تكبر اثناء النمو فعم يزيد النقص، يعني وقت ببلش نقص بعمر 5 سنين انا بدي اتوقع زيادته لعمر 18 سنه مثل نمو الجسم، فبالتالي انه انا ضروري راقبه، ممكن نبلش بدرجه بعمر 18 نصير 3 درجات. طبعا في عوامل ثانيه كثير بتساعد انه قلل او بتساعد انه يزيد، طبعا اجهاد العين، المطابقه الشديده، اجهزه التابات والموبايلات لفترات طويله، كلها عوامل بتأهب على زيادة الحسر لأنه عن طريق زيادة الطول الأمامي الخلفي للعين. هذا بالنسبة للنقص، ومثله مد النظر. مد النظر الخيال بيكون خلف الشبكية مثل ما حكينا، عادة بيكون ولادي، يعني الطفل وقت بيولد ممكن يكون عنده 2-3 درجات مد، تمام؟ هلأ ممكن بحالات يكون عنده مد نظر أكثر،
المد النظر الأكثر ممكن يفوتنا بمشاكل إنه يصير في عندي تشوش للرؤية القريبة، وهذا شيء مهم. تشوش الرؤية القريبة بالنسبة للأطفال بيعمل شيء اسمه كسل وظيفي بعين على حساب عين تاني، لأنه في عنا بالمرحلة الأولى العمرية مثل ما اتفقنا إنه الصورة عم تنتقل من الشبكية للدماغ، والدماغ عم يطور نضج بصري للأشياء المرئية. هلأ وقت بصير في عندي خلل انكساري بين عينتين، عين فيها مد كتير، الدماغ عم ياخد الخيال بطريقة مشوهة، تمام؟ فهون رح يلغي الدماغ هذا الخيال المشوه من العين ويعاملها على أساس عين كسولة ويعتمد على العين الثانية. فلذلك بدنا مراقبة المد من يعني من سنين الحياة الأولى، لأنه المد عم يشوش الرؤية القريبة وهي اللي بتعمل كسل وظيفي. فهون عندي المد وحكينا عن النقص، وممكن الانحراف أو الاستجماتيزم اللي هو بيكون واقع الخيال بشكل مائل حسب المحاور بشكل مائل على الشبكية. طيب دكتور، حكينا عن العوامل اللي بتزيد من الحسر المد أو النقص. طب اليوم إذا بدنا نحكي عن السبب الجوهري اللي بيخلي يصير عنا أخطاء انكسارية، شو رح يكون؟ هلأ إذا حكينا على الأخطاء الانكسارية هي اللي بدها تكون ولادية، ممكن أي أمراض بتصيب كرة العين، يعني ممكن وجود الجسم بلوري مشوه أو بداية مي بيضة حتى عند الأطفال بيعمل لي خطأ انكساري، بيعمل لي يعني ضعف بالعين. ممكن أمراض القرنية كمان بتفوتنا بهالشيء، أي مرض رح يوصل لهالشيء. فبس الفكرة إذا حكينا على أسوأ الانكسار العادية اللي هي ما لها شيء مرضي، هي شيء إنه خلل انكساري موجود عند الطفل اللي هو المد أو النقص. أهم سبب عندي هو العامل الوراثي، يعني عادة الأهل إذا الأب والأم عندهم مد نظر عالي غالباً الأطفال، غالباً عم أقول غالباً لأنه موضوع احتمالات هي حسب المورثات، غالباً رح يكون عندهم الأطفال مد بصر. فبالتالي اتفقنا أول شيء هو العامل المؤهب الوراثي، تمام، لحدوث هي الأسوأ الانكسار حسب ما هي موجودة عند الأهل أو بالأجيال الثانية، وبتتركز عند الأطفال حسب نسب احتمالات. هلأ في عوامل كتير متهمة، هي عوامل مثلا البيئة، حكينا عن تطور النقص اللي بيصير مع الوقت، تمام. مرتبط دراسات جديدة كتير يعني القعدة الطويلة، التدقيق لفترات طويلة على الشاشات عم تعمل تشنج مطابقة بعضلات العين، هذا عم يأهب على زيادة الطول الأمامي الخلفي للعين، وعم يأهب على زيادة الحسر اللي ممكن يصير عند الأطفال. بس الشيء المثبت أكيد العامل الوراثي له دور. هاي بالشغلات اللي حكينا عليها، شغلات أسوأ الانكسار، الخلل الانكساري، من دون ما نفوت بشكل بالشغلات المرضية اللي هي بتتضمن أي مرض بيصيب العين من الأقسام الأمامية باتجاه الأقسام الخلفية. طيب إذا بدنا نحكي عن الخطأ الانكساري بما يخص قصر النظر دكتور، تمام. هل في ناس أكثر عرضة من ناس ثانيين أنه هن ينصابوا مثلا بهذا الشيء؟ هل في خليني أقول مسببات واضحة غير العامل الجيني أو الوراثي؟ هلأ أكثر شيء مثبت هو موضوع العامل الوراثي. طبعا نمط الحياة يعني في أدوية معينة كله اتهام، بس بشكل أساسي طبعا العامل الوراثي هو اللي بيحدد النقص اللي ممكن يصير عند الأطفال بشكل غالب، تماما. إذا بنحكي مثلا، خلينا نحكي على التطور أثناء الحياة، تمام. هلأ الطفل عنده نقص بده مراقبة عن طريق الدرجات، الهدف أنه أنا أحصل على رؤية واضحة. عنده نقص ما عم يشوف للبعيد، فحصنا عند الطبيب وصف له نظارة، هل هي النظارة ثابتة وبتضل معه 10 سنين؟ أكيد لا، لأنه أثناء النمو مثل ما حكينا رح يزيد النقص. فكل 6 شهور بدنا متابعة للطفل عند الطبيب، وبقول لهم للأهل ما يخافوا، شيء طبيعي أنه النقص يزيد، لأنه الوقت بيزيد النقص هذا دليل على النمو السليم. يعني مثل ما بقول لهم للأهل أنه مثلا ابنك هلأ مثلا قديش طوله؟ لسه ما بده يطول له متر ليكبر، أكيد والعين بدها تطول، فازدياد الطول الأمامي الخلفي للعين هو رح يؤدي لزيادة الحسر. هلأ إمتى بيوقف؟ غالباً بيوقف النقص اللي عند الأطفال بعمر 18 سنة، بين 18 والعشرين. فلذلك من هون منفوت بباب أي سنة بقدر أخلص من النظارة. فهذا سؤال مهم، إمتى بقدر مثلاً أعمله تصحيح أسوأ انكسار للطفل؟ نحن الفكرة أنه يكون بلغ 18 وثباتية بأسوأ الانكسار، يعني عنده درجتين نقص، بيجيني عمره 18 بقول له لا نستنى 6 شهور، إذا كانوا ثابتين بنشتغل، ما كانوا ثابتين بدي استنى 6 شهور. ليش ما ثبتوا بعمر 18؟ بقول له لأنه نموك ما وقف مثل الطول، ممكن يوقف 18 و19 بالعشرين. فلذلك
تصحيح أسوء الانكسار للتخلص من النظارة غالباً بده ثباتية وبعد عمر 18. هلأ تصحيح أسوء الانكسار عمليات واسعة أكيد بسيطة، الهدف أني أنا الخلل الانكساري اللي حكيتي عليه، الخطأ الانكساري الموجود بالعين، عاكسه بعملية تشطيب القرنية. يعني الضوء بيخضع لانكسار من القرنية والجسم البلوري. عمليات الإكزيمر ليزر تصحيح أسوء الانكسار هي بتتعامل مع الخطأ الانكساري عن طريق تعديله عن طريق القرنية. مثلا عندي نقص فالانكسار بالعين عم يكون كتير، فأنا بدي خفف من القوة الانكسارية للعين، فبعمل تشطيب للقرنية بسماكات معينة بما يعادل الخلل الانكساري الموجود عند العين. طيب دكتور، كمان الأشخاص الكبار بالعمر حصراً هنون يمكن الأكثر عرضة للإصابة بمد البصر وضعف الرؤية القريبة، لهيك ممكن اليوم نشوف أشخاص صغار بالعمر عم يعانوا من هاي المشاكل أو في إلى عمر معين؟ هلأ فتنا لآلية تانية. حلو السؤال. هلأ اللي الشيء التاني مد البصر اللي بصير بعمر 40، ما اسمه مد بصر شيخي، اسمه مد بصر اللي بعد 40. ليش عم بيصير؟ يعني بيجيني شخص بيقول لي أنا طول عمري طلع للبعيد واضح وطلع للقريب واضح، فجأة ما عاد شفت للقريب، عم بعيد لشوف. فهذا هي المشكلة بتصير بعد 40. السبب ما له، مو خطأ انكساري، هو عملية مطابقة أو فوكسة للخيال باتجاه الشبكية. فهلأ حنشرحها بشكل بسيط. يعني إذا أنا عم بتطلع تمام على الأجسام البعيدة ما عندي خلل انكساري، الصورة رح تكون على الشبكية واضحة. أوكي. هلأ وقت بيقرب الجسم، هلأ الله خلقنا الجسم البلوري في ألياف تعمل مطابقة الجسم الهدبي، فهي بتفوكس الجسم الهدبي كل ما قرب الجسم لتحاول تجيب الوقت بده يقرب الجسم الخيال المفروض يرجع. فالمطابقة اللي بتصير بالجسم البلوري هي أنه بتجيب الخيال باتجاه الشبكية. هلأ بعد عمر 40 مرونة هالألياف بتقل. تمام. فما عاد في مطابقة. الطفل الصغير عنده مطابقة بتقلي له أقرأ من هالمسافة بيقرأ. بعد 40 ما عاد يقدر، الخيال رجع ورا الشبكية، الجسم الهدبي الجسم البلوري ما عم يقدر يفوكس الخيال، فبيضطر المريض يبعد. هلأ هي نقص مرونة ألياف الجسم البلوري بعد عمر 40 كمان بتعمل لي أنه نقص بالمطابقة، فأنا بساعده بعدسات مكبرة حسب العمر، مبلش بنص درجة لثلاث درجات بعمر 70. هون الخلل الانكساري الحادث أثناء الرؤية للقريب مو الرؤية للبعيد، سببه نقص مرونة ألياف الجسم البلوري. فهذا سبب تاني غير الأمراض التانية اللي ممكن تصيبها، مثلا الجسم البلوري يصير فيه مثلا مي بيضة أو عتمات معينة، هذيك أمراض تانية بتعمل خطأ انكساري بس تصحيحها عادة بأسلوب مختلف. تمام. طيب دكتور خلينا نسأل، في كتير أشخاص بيقولوا أنه مثلا نحن صلحنا ونحن بنعرف أغلب الأخطاء الانكسارية اليوم عم تتصلح بالليزر، يعني عم نعمل لها عمليات ليزر، هل لها مضاعفات؟ هل ممكن مثلا ترجع تعود؟ برافو. وإذا تخطينا السن طبعا لأنه حضرتك أشرت أنه في سن معين لازم نحن ننتبه عليه، بعد إذا كانت هاي الشروط متوافرة هل ممكن أيضا نشوف مضاعفات أو لا؟ كمان هذا سؤال مهم وكثير بنسأله. فأنا إذا صار عمري 18 وعندي نقص، اشتغلت عملية تصحيح نظر ليزر وكانت العملية ناجحة ودقيقة، يعني الإكزيمر ليزر صلح لي كل الدرجات، يعني عندي درجتين روحهم، هل ممكن حدوثه النقص يرجع مرة تانية؟ هلأ هون السؤال بشكل طبيعي أنه المفروض ما يصير تغيير إلا بحالات حدوث أمراض داخل العين. تمام. هلأ ممكن كثير منشوفها، انشغل تصحيح نظر بعمر 18 بعمر 26 إجا ما عم يشوف للبعيد، قل له مثلا صار عندك نص درجة. هلأ شو السبب اللي وصل لهالشي هذا؟ هلأ غالبا يعني التسرع بإجراء العملية، ما كانوا ثابتين. يعني مثلا في كتير يعني خاصة صبايا ما بتصدق امتى تصير عمرها 18 سنة مشان تروح تعمل ليزر، ما بتستنى لنمو العين يكتمل. هلأ مو موضوع كارثي أكيد، بس إنه مثلا كان عمرها 18 سنة إجت عملت تصحيح نظر قبل ما يثبتوا الدرجات، كان عندها درجتين أو ثلاثة إلى آخره، روحناهم إكزيمر ليزر، نمو العين ما وقف، صار عمرها 22. هلأ في عيون ما بيثبتوا درجات إلى 24، هذا بنشوفه كتير. يعني نمو العين ممكن عمل بين ال 18 وبين ال 24. لذلك قلت لك ثباتية الدرجات لمدة 6 شهور على الأقل هو اللي بيخليني أعطي القرار أني أعمل تصحيح نظر بالليزر أو لا. بس هو أكيد خيار مو موضوع كارثي، لأنه عملية تصحيح النظر بالليزر قابلة للإعادة طبعا بشرط أنه تكون صورة القرنية هي سليمة. مثل ما حكينا التصحيح الخطأ الانكساري بالإكزيمر ليزر هو بيعتمد على القرنية، القرنية أول طبق شفاف كاسر للضوء من العين،
فهو وسط كاسر للضوء، فبعدل الخلل الانكساري من خلال تشطيب القرنية بالإكزيمر ليزر. بنعمل صورة قرنية مثلا، واذا صورة القرنية منيحة بتتحمل ليزر يعني القرنية، ممكن اعادة تشييعها، فمو موضوع كارثي. بس السبب حتى اذا ما كان مرضي هو عدم اكتمال نمو العين تمام، او بتكون احيانا دقة الجهاز قليلة، بحيث مثلا انا اعطيته درجتين مرق درجة ونص مثلا، بقي نص درجة اول فترة ما ينزعج منها او يرجع بينزعج منها المريض. هاي من الاحتمالات اللي ليش عملنا ليزر ورجعنا لبسنا نظارات بعدين. وجهت نصائح كتير مهمة لكل المرضى يلي بيعانوا من هاي المشكلة. أهم نصيحة وآخر نصيحة بآخر دقيقة، شو بتحب تخبرهم؟ هلأ أكيد الله خلقنا العين عضو نبيل وحساس، فبدنا خاصة بدنا نعتني فيها بطريقة خاصة، لأنه هي مثل الجوهر اللي الله خلقنا إياها. فبدنا هلأ بالنسبة نصائح للأطفال، استعمال أجهزة الموبايلات بفترات طويلة كتير أكيد هذا شيء مضر. هلا طبعا مو انه ممنوع، لا اكيد يعني انا ما بقول انه ممنوع، بس على القليله نعطي راحه للطفل كل نص ساعه ولو 10 دقائق، يعني هي الفكره بالدراسات كل نص ساعه 4 دقائق كافي، 10 ساعات سحبه واحده لا، التخفيف من نسبه الحساسيه الموجوده تمام. الاشعه فوق البنفسجيه خاصه هلا وقت شوب فبتزيد نسبه الحساسيه، اضرار الاشعه فوق البنفسجيه كثير شديده، احروقات الشمسيه اللي ممكن تصيب طبعا، غير المخرشات اللي ممكن تصيب العين. فهي نصائح عامه بالنسبه للاطفال، وبالنسبه للكبار ارتداء النظاره الشمسيه اللي فيها فلتر من الاشعه فوق البنفسجيه اكيد بيخفف من نسبه حدوث الامراض كثير ممكن نشوفها مع تقدم العمر. اكيد نصائح مهمه ومعلومات مهمه مثل العاده. شكرا لك دكتور جهاد لوجودك ولكل شيء قدمت لنا اياه لليوم. شكرا لكم ويسعد صباحكم وصباح المشاهدين كلهم. اكيد السلامه للجميع بنتمناه. شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا فيك. ما هلا يا عفاف رح اروح لمحطتنا التاليه ومخصصه للتربيه الخاصه والاطفال، رح نحكي عن مشكله كثير بيعاني منها الاطفال بعمر صغير وهي اضطراب السلوك. طبعا اضطراب السلوك بيخلي الطفل ينحو نحو طبعا كثير من التصرفات اللي الاهل بيستهجنوها، ممكن العنف، ممكن التنمر، وغيرها كثير من السلوكيات الخاطئه. صحيح سلمى، واليوم معروف انه الاضطرابات السلوكيه هي مجموعه من الافعال والتصرفات ناتجه عن الطفل بصفه متكرره بالبيئه والمدرسه والمحيط يلي هو عايش فيه، وبحيث انه هاي التصرفات والافعال ما بتتماشى ابدا مع معايير السلوك السوي المتعارف عليها اليوم. لهيك اليوم رح نتعرف كيف ممكن نتعامل مع هذا السلوك وشو هي ايضا طرق العلاج ممكن يكون، لأنه هو اضطراب، مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو اختصاصية التربية الخاصة ريم سعد. يسعد صباحك. صباح النور، أهلا وسهلا، يسعد كل أوقاتكم. يسعد أوقاتك. هلا، خلينا نبلش مع حضرتك، شو أبرز المشكلات السلوكية والأكثر شيوعا مثل ما بيقولوا اللي بتشوفيها عند الأطفال الصغار؟ بالأعمار الصغيرة غالبا بنشوف قلق، بنشوف عناد، بنشوف عصبية، هدول بيكونوا أكثر شيء بالأعمار المبكرة. طبعاً إذا ما تعالجوا وتأطروا شوي بهاي الأعمار طبعاً بينتقلوا للمراحل أكبر، هن ما بيروحوا من حالهم إلا فيما ندر كتير، يعني بيكون نتيجة سبب معين بزوال السبب بيروح هاي المشكلة، لكن غالباً بيضلوا إذا ما تعالجوا بفترة الطفولة تحديداً، لأنه قدرانين نغير بالسلوك بهاي الفترة أكثر من الأعمار الكبيرة. طيب خلينا نعرف اليوم كيف أنا بدي أعرف إنه أنا طفلي عنده اضطرابات سلوكية، من حيث إنه تظهر عليه بعض العلامات، بعض التصرفات، شو هي العوارض يلي كمان تظهر عليه بتخليني أقول عن هذا الطفل إنه هو عنده اضطراب سلوكي؟ تماماً. هلأ إذا بدي أحكي مثلاً عن القلق، عن سلوك القلق، بدي أشوف أنا طفلي كسير تعلق فيني، ما بيقدر يتركني أبداً، مرافق لي بجميع المرافق داخل المنزل وخارجه، دائما متوتر، دائما في خوف، سريع البكاء، ماسك فيني، فهي دلائل انه، او مثلا لازم ينام جنبي دائما، ممنوع ينام لحاله مع انه بكون صار عمره منيح، صعوبه شديده برفضه بالروضات او بدور الرعايه، بيكون في مشكله عنده وبتسبب له احيانا مشاكل صحه، يعني ممكن يصير عنده ارتفاع حراري، ممكن يصير عنده تشنجات نتيجة الرفض تبعه، هاي اكيد ملاحظه وبشده. الاهل بيعزوها غالبا انه ما بيشوف كثير،
ناس، ما بنشوف حدا نحن بنقعد بالبيت كثير، لا هي ما لها علاقه ابدا هيك، بس نحن نشوف الطفل بهي النماذج بهذا الشيء، لا هو قلق ناتج عن قلق الاهل على الطفل وشعاره بانه انت يعني ما فيك تبدي باي سلوك او تعمل اي شيء دون اشرافنا ورعايتنا. فالطفل بيكبر وهو انه انا ضعيف، انا شخص ضعيف اذا ما كانت حولي هي الرعايه كلياتها فانا ما بقدر اتصرف، فمشان هيك ضل عنده هذا القرب الشديد من الام غالبا. يعني اذا بدنا نحكي على العدوان او على العناد، اذا نحكي على العناد فهو كثير طفل مجادل، طفل رافض دائما، بيعمل عكس اللي بينطلب منه، ممكن يكون في صراخ، حالات بيكون بلش يصير في عدوانيه اللي ممكن فيها ضرب، ممكن يأذي نفسه مثلا يضرب راسه بحيط او بيلقي نفسه على الارض نتيجه لرفض او نتيجه لاستجابه لطلب معين من الاهل. فكمان هذا ملاحظ وملاحظ بشده. كمان ممكن الاهل يعزوه انه عصبي شوي، نحن شوي مدللينه، نحن افرطنا بناحيه معينه. هاي السلوكيات كمان اذا ما تعالجت بعمر صغير فهي مشكله، لانه رح تبقى على الكبر والكبر صعب التعامل معه اكثر، بالعكس رح تتغير، يمكن حيتغير شكله، حيصير اعنف، طريقه السلوك مختلفه اكثر. تماما. خليني ارجع لنقطه مهمه كثير، وانا كنت بدي اسالك عن يعني امثله عن المشاكل اللي بنشوفها السلوكيه عند الاطفال. حضرتك ذكرتي ابرز هي الامثله. في كثير مشكله بيعاني منها الاطفال انه الاهل بيكونوا كثير عم يعتنوا، خصوصا بالطفل الاول مثلا عم يعتنوا فيه زياده، مثل ما قلتي خوف، محاولة أنه يكون كل شيء متوفر له أفضل شيء، فجأة بتلاقي مثل ما بيقولوا هذا الدلال أو الاهتمام الزايد أفرغه من قدرته على أنه يتحمل أبسط أنواع المسؤولية. صح. وبنفس تمام. الوقت بنصير بنلاقي كتير أناني، يعني بنشوف في أطفال هنن ما نون أطفال وحيدين، دايماً موصوم بالأنانية طفل الوحيد بالبيت، لكن بنشوف أطفال ما نون وحيدين بس بيعانوا من هاي الأنانية. خلينا نرجع لتصرفات الأهل اللي بتسبب هاي المشكلات السلوكية. تماماً، يعني ضوت أستاذة سلمى على كتير نقطة مهمة. الطفل الأول عادةً مو بياخد كل الرعاية وكل الخوف وكل التجارب، كل شيء تجارب، فبيطلع يعني اذا ما كان في وعي عند الاهل انه يقدروا يحملوه مسؤوليه بيطلع كثير عنده قلق خويف اناني ببعض المفاصل، ممكن يطلع عنيد. ليش؟ لانه دائما طلباته مجابه، فوقت ما بيكون في اجابه للطلب بيكون طبعا ما انه معقول انه يتنفس، فبنلاقي منه سلوكيات عنيفه، ممكن دفش، ممكن ضرب، استلقاء على الارض، صراخ جدلي، بضل بيحكي 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 كثير لياخذ الشيء اللي بده اياه. وبيقولوا الاهل غالبا بيحسوا انه لا نحن ما بدنا نكسر شخصيته. تمام. ما بدنا نقول له لا ما بدنا نكسر شخصيته. في كثير فرق بين كسر الشخصيه وبين بناء الذات عند الاطفال. ما كسرنا شخصيته، نحن حولناه لمتمرد. ودائما بقول للاهل لا تخافوا، قد ما اشتغلنا، طبعا نحن بنشتغل بشيء تعديل سلوك، فبيكون له فتره اقل شيء 3 أشهر للسلوك الواحد لحتى نحن نتخلص منه، انه نحن ما رح نكسر شخصيه نهائيا. يعني اقصى شيء ممكن نحققه قديش نحسن 60-70%، ما بدنا اكثر من هيك، هذا الشيء اللي بنقدر نحن نسيطر عليه. في سلوكيات بتروح تماما، في سلوكيات بس بنقدر نخفضها، ما بنقدر نعمل فيها اكثر من هيك. التربيه بدها حكمه كثير، يعني انا ربي بدي انا اكون حكيم، اعرف احتياجاته واعرف كيف ربيه، في مواقع لللا وفي مواقع للايه، بصير هذا الشيء. انا هون بدي اتصرف كاهل واعيين حتى يعني يكون قدر الامكان مرتاح وهو مرتاح. الطفل العنيد هو منبوذ بالمدرسه من الاطفال من المعلمين لانه صعب. تمام. صعب ومرهق جدا. الطفل العصبي نفس الشيء. الطفل القلق بده كثير معامله لنقدر نتجاوز حساسيته ونقدر نتجاوز القلق اللي عنده وعند اهله. لانه حتى الاهل ممكن يطولوا بيدخلوا للمدارس لانه هو بيتنقل من مدرسه لمدرسه، ودائما حجه الاهل له تجارب سيئه بباقي المدارس كان. طب هو انا اذا الطفل قعد ساعه ومع امه وداخل الصف، شو هي التجربه السيئه؟ صحيح. خلينا نعوده، خلينا وفينا نتوجه، يعني نحن بنسال نتوجه على اماكن تقدر تعمل فصل صحي للطفل اللي بيكون عنده هذا التعلق. نرجع على الانانيه، حكيت عنها استاذه سلمى. الانانيه اللي عند الاطفال بالطفل الوحيد بتزيد اكثر بس يجي طفل ثاني، فبيكون في حرب.
وانا الحقيقه كثير الطفل الثاني كثير بكسر نفس وذات الطفل الاول لانه الاهل باللا شعور مو بدللوه بصير في اثنين فكل شيء موزع على اثنين. طب مش بحس حاله منبوس. قديش لازم يكون بيناتهم عمر؟ دائما بنسال هالسؤال. سنه ونص او خمس سنين يعني للمرحله اللي هو سنه ونص ما يكون لسه بلش عنده الذات اللي هو سنتين وثلاثه بلش عنده تكوين الذات والشخصيه فبيكون بيربوا مثل ما بيقولوا كانوا الاولين مزبوط بيربوا مع بعضهم هو مرهق هذا الشيء للام بس بيريح بيكون عندهم مشاكل الاطفال الطبيعيه بالخمس سنين بعد خمس سنين بيكون وعي اكثر الطفل لوجود فرد ثاني بيكون اخذ كل الميزات وبلش هو يدخل بمرحله التجريد اللي احنا بنسميها مرحله الابتدائي او مرحله صف الاول فهون بتكون اسلم شيء لانه بالعمر الصغير حي كثير نحن بنشوف مظاهر اكتئاب عند الاطفال او مظاهر عدوانيه او مشاكل بالنطق او في مشاكل كثير بتنتج نتيجه للدلال كان مفرط لهذا الطفل الاول مجيء الطفل الثاني فنحن هم بنسبب هذا الانكسار يلي بتتغلغل في الاضطرابات النفسيه لانه طبعاً نحن ما عم نحكي بالعامة وعلى مجمل الأطفال وكلهم عم نقول غالباً وبعض الأطفال ممكن يصير عندهم هذا الاضطراب طب خلينا نحكي عن الأطفال يلي ما تم تعديل سلوكهم أو ما تطرقوا للعلاج وأهلهم تاركينهم وصار في معاناة كتير كبيرة ووصل الاضطراب السلوكي لحد كتير خطير شو هي العوامل الخطورة يلي بيوصل للاضطراب السلوكي؟ تماما اذا بنحكي عن اضطراب سلوكي صرف مثل ما هو محطوط بالدي اس ام 5 يا بالشيء يعني بالمقياس الامريكي له او بالموسوعه الامريكيه لتصنيف السلوك نحن عم نحكي هون على الشيء اللي بنسمع فيه عن الشباب او الاطفال اللي هن بيكونوا بالاحداث يلي هن مثلا في عنا نحن او السايكوباتيين المعادين للمجتمع او في اضطراب هو كونداكت اسمه اضطراب سلوكي كمان هذا عصيان اضطراب سلوكي اذا بنحكي اضطراب سلوكي الصرف الشديده اللي عم تحكي عنها حضرتك عدم علاجه بالعمر الصغير هو اللي بيعطينا الشخصيات المعادية للمجتمع بالكبر اللي نحن بنشوف اللي هن بيشوهوا الاماكن العامه بيشوهوا الجسد تبعهم التعدي على الاخرين بيكون كثير سهل بالنسبه لهم السرقه والكذب وكل شيء ما يتوصل بالاذيه للمجتمع بالأسف. تماماً وللأسرة الفئة هاي للأسف من الشباب أو من المراهقين حتى من الأطفال وتكون أطفالنا جداً جداً متعبين وعدم التصرف الصحيح بهذا بالعمر الصغير بيأدينا لأن يكون عندنا هاي الفئة وفئة كبيرة للأسف ممكن تكون موجودة بالمجتمع بصير بدها مراكز مراكز متخصصة ولسه نحن ما عندنا يعني لسه ما عندنا هاي المراكز يلي بتقول أنا أدران أني عالج وأكون مواكب لهذا الفرد لأنه العلاج بيكون مسيرة حياة ما بتعالج وخلاص أنت صرت منيح ففيك تنطلق لا ودائما بدك تكون تحت إشراف لأنه هذا الشيء صار أساسي بالحياة النفسية والسلوكية عنده بتحت الإشراف وبعض التعديل كل ما كان العمر أصغر كل ما أخذ نتائج ممتازة أكثر بقدر سيطر عليه نوعا ما وبقدر درب الأهل بأنهم يكونوا أدرانين كيف يتعاملوا معه لأنه الأهل بتعرضوا للضرب بتعرضوا للقسوة بتعرضوا لكثير تفاصيل بتعرضوا أنه تتاخد مثلا ممكن في عيال لأن إحنا نشوفه أنه أغراض البيت ممكن تتاخد تنباع أجهزتهم ممكن الأهل يتعرضوا للعنف الجسدي فبصيروا خانعين نتيجة تعرضهم للعنف الجسدي الأهل بصيروا خانعين بس أنه أي شيء فيك تعمله بس أنه ما تقرب علينا أو خلي في هاي الحدود بيننا وبيننا فهو صعب ما نو سهل طيب خلينا نحكي شوي عن العلاج اليوم الاضطرابات السلوكية مثل ما حضرتك قلتي يمكن البعض بيحتاج 3 شهور شغل مع الأطفال هاي إذا بلشنا بعمر صغير وعينا على المشكلة نحكي قدي ممكن بعض الاضطرابات تأخذ وقت قدي مهم دور الأهل فيها يعني تمام. اليوم في بعض الأهل بيرفض أنه هو يقتنع أنه أصلاً هذا اضطراب لا أنا ابني منيح ما فيه شيء مشكلة بالطرف الآخر مو عندي تماما كوننا مثلا نحن بمجال تعليمي او بمجال تربوي وتكون في عندنا ملاحظات عن الاطفال ونطرحها عن الاهل اذا كان في بالنسبه للاهل بيقول انه لا الطفل سليم نحن ما لا شايفين عليه اي مشاكل فنحن هون بتوقف دورنا
ما عاد فينا نبادر يكون في علاج او فيكون اي تواصل بين الاهل. الاخلاقيات تبع المهنه بتخلينا نوقف ما نبادر. اما اذا كانوا الاهل مشاركين معنا نحن بنعمل فريق نحن والاهل، في قوانين وفي سلوكيات ثابته لا نقدر نشتغل على هذا التعديل. التعديل ليش بياخذ وقت؟ لانه نحن عم نغير عادات سلوكيه دماغيه، نحن عم نشتغل على تركيبه الدماغ، لانه نحن نقلب السلوك من شيء لشيء نقطره وننزل فيه تدريجي. انا ما بنزل بالسلوك فورا، لا، نحن بنمشي خطوات وبنمشي فيه تدريجي لهو يوصل لاخفض نقطه فيه بمساعده الاهل. واي ثغره بتكون بالفتره اللي هي بتمتد فوق ال 45 يوم لثلاث اشهر اقل شيء، احيانا اضطرابات بتاخذ سنه 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 وشوي حسب شو بصير معنا بهي الفترات. اذا ما كنا ايد واحده نحن والاهل وبده يكون كثير شيء مدروس ومحكم، يعني كانه نحن حاطينه ببيئه محكمه من كل الجهات لحتى نقدر ناخذ نتيجه ويتعدل او ينخفض السلوك اللي احنا بدنا نغيره. فهو شيء صعب ما انه سهل، بس المفتاح يعني الذهبي تبعنا العمر الصغير. كل ما كان العمر صغير بين ايدينا كل ما كنا نحن مرتاحين وطفلنا مرتاح اكثر. استاذه ريم خبريني هيك ولو طلعنا شوي برا موضوع الطفوله، الاشخاص يلي حوالينا قديش بنشوف اليوم اشخاص عندها عقد نفسيه، اضطرابات سلوكيه، ممكن مواقف صغيره وتافهه تكشف لنا هذا الشخص على حقيقته انه هو عنده اضطرابات سلوكيه. اليوم فينا نحن نعرف هذا الشخص الموجود قدامي انه عنده اضطرابات سلوكيه واصله لدرجه خطيره وانه نحن لازم نبعد عنه؟ والله سؤال ولو هيك إشارة يعني أيه تماماً. إذا أنا بدي أقدر أعطي ملاحظاتي لشخصية، خلينا نحكي هون بعصرنا باضطرابات الشخصية تماماً تمام. إذا ما بدي أحكي على الأمراض صارت أمراض لأنها تتعلق بالزهانية أو فصامية أو فهي بدي أتوجه شيء عقلي دماغي تمام. إذا بدي أحكي على اضطرابات الشخصية وبدي أقدر أعرف فبدي يكون عندي دراية، انا حلاحظ سلوكيات ممكن ما اعرفها، ممكن ابحث عنها من خلال قراءه الكتب. بس ايه فينا كثير نقدر نعرف انه هذا الشخص عنده مشاكل ما، بس توصيفي للمشكله بده متابعه علميه مني، بده قراءه، وبقدر بسهوله في كثير في كتب وفي وسائل تقدر تخليني بالفعل اذا درست شوي او قريت اني اعرف شو هو الاضطراب الموجود عند هذا الشخص وكيفيه التعامل معه. واذا كان قريب وبسمع النصيحه انه يتعالج منه، والعلاج ما له صعب، يعني كثير بيتحسن المريض بتتحسن ظروفه. احيانا كثير نحن العائلات بيكون مثلا الزوج او الزوجه بدايه حياتهم مرتبطين سوا، الحب او العلاقه الاولانيه هي ما بتخلينا نشوف تفاصيل الشخص اللي قدامنا او المشاكل اللي عنده، ودائما بنبرر، نحن بنبرر وقت بنحب كثير بنبرر. الحياة المشتركة هي اللي بتخلينا نعرف هاي النقاط. طب هاي النقاط هي انعكاساتها، شو مشاكل الشخصية تبعها، واحد اثنين ثلاثة، هذا أنا هون اللي بعرفه إنه أي هاي الشخصية عندي. مثلا مثال، عندي اضطراب شخصية حدية، عندي اضطراب شخصية نرجسية، عندي اضطراب شخصية معادلة للمجتمع. هاي مو بس إنه علاج دوائي، هي علاج دوائي سلوكي، لسه ما وصلت للمرحلة اللي إنه هي تتصنف كأمراض عقلية، لا هي نمط شخصية. بس طبعا بده لانه في صعب المعشر، ما سهل انه احنا نعاشر او نكون عيله او نكون احيانا صداقه، ممكن بالشغل كثير نتلافى الاحتكاك فيه، بيجينا مشاكل بالشغل مثلا بنمط الشخصيات. اذا ما كان الاداره شخص عنده مهارات عاليه ما فيني مثلا استغنى عنه رغم انه عنده مشاكل بالشخصيه، بدي يكون شخص حكيم، اداره حكيمه كثير في له مفتاح. انا متى ما ملكت المفتاح اموري كثير بتكون افضل. أكيد يعني معلومات دائما مهمة، ونتمنى الكل يكون استفاد منها. أستاذة ريم شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك أستاذة ريم وشكرا لك. أهلا وسهلا نورتني. شكرا أما هلأ رح نروح لمكان من الأماكن الجميلة جداً بريف اللاذقية سلمفة، فينا نهرب هيك فيها لسحر الطبيعة، نتعرف على هالمكان اللي يعتبر من أهم الأماكن الاصطيافية. خلينا نعرف معلومات عنه بالتقرير التالي. سلمفة هي مصيف يقع بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، يرتاده السياح من كافة أنحاء العالم للتمتع بجمال الطبيعة الخلابة والجو الرائع. تتميز بجمال الطبيعة والجبال والغابات والإطلالات والمناظر الساحرة من كل جانب، وتشتهر بمناخها المعتدل
صيفا والبارد شتاء وليلا. تشتهر سلمفي بفنادقها العريقة ومنشأتها السياحية، وتحيط بالمنطقة القمم الجبلية الرائعة وغابات السنديان والشوح والأرز، هي مقصد زوارها في فصل الصيف، فهي المكان الأفضل للراحة والهروب من ضغط المدينة. بمناسبة هلأ إنه وين ما مشينا بالشوارع عم نشوف عربيات المشمش والناس كلها عم تشتهي المشمش، لهيك رح نتعرف اليوم على فوائد المشمش وشو ممكن يقدم لنا لصحتنا الجسدية ضمن هالتقرير. المشمش فاكهة صيفية غنية بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم مثل المعادن والألياف ومضادات الأكسدة، وفيما يلي نستعرض أبرز الفوائد لتناول المشمش، حيث يمثل أهمية كبيرة لصحة العين، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من فيتامين A والبيتا كاروتين اللذين يساعدان على تقليل فرص الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الماء البيضاء. وتلعب هذه الفاكهة دورا كبيرا في تقوية الجهاز المناعي بفضل احتوائها على نسبة عالية من فيتامين C الذي يساهم في تعزيز قدرة الجسم على مكافحة الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض. ومن الأسباب التي تجعل المشمش مفيداً لصحة القلب غناه بالألياف التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم، ومن ثم تقلل فرص الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات الدموية. إضافة لتأثيره الإيجابي على صحة البشرة، فهو يحافظ على نضارتها ومرونتها ويجعلها أكثر شباباً لاحتوائه على فيتامين C الذي يؤخر ظهور علامات الشيخوخة، وفيتامين A الذي يوفر حماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية عند التعرض للشمس مثل الحروق وسرطان الجلد. كذلك يعتبر من الفاكهة الصيفية المناسبة لمتبعي الدايت لسعراته المنخفضة واحتوائه على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، ويمتاز باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحد من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق مكافحة الشوارد الحرة بالجسم ومنعها من التأثير على خلاياه سواء بالالتهاب أو التلف، إضافة لعديد من الفوائد الأخرى التي صنعها الله وجسدها بهذه الفاكهة لنتنعم بفوائدها. رح نروح ضمن فقرتنا الأخيرة عفاف ونحكي طبعاً المجموعة من الشباب وأطفال قرى الأطفال SOS استطاعوا بريشتهم وأبداعهم جسدوا أفكار مهمة جداً، وخصوصاً تزامنت مع اليوم العالمي لطبعاً التوعية ضد المخدرات، فكان في معرض فني شاركوا الأطفال فيه وقدموا لوحات توعوية وفنية. طبعاً سلمى اليوم رح نحكي عن أهمية هي المعارض التوعوية وديل مهمة المشاركة فيها من قبل الأطفال ولا الكبار بالعمر، وشو هي الفئات العمرية والأشخاص يلي ممكن يشاركوا بهدون المعارض، وأيضاً رح نتعرف على السبب الجوهري والهدف من عمل هي المعارض مع ضيفتنا لليوم يلي صارت معنا بالاستوديو السيدة ميادة سلامة منسقة خدمة رعاية الشباب في قرى الأطفال SOS. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح النور. أهلا وسهلا فيك أستاذة. هلا خلينا نبلش من الفكرة بحد ذاتها، اليوم كتير مهم أنه يكون أطفالنا موجودين بمثل هاي المعارض الفنية وخصوصا بموضوع حساس جدا وهو المخدرات، خلينا نحكي عن مشاركتهم بالبداية. بداية كل الشكر لكم للاستضافة وللتركيز على نقطة مشاركة الأطفال، أطفالنا في SOS بمعرض توعوي بلوحات جميلة كانت مبارح بالمعرض، يمكن شفتوها حضراتكم، كانت كتير جميلة ومعبرة. تم اختيار الأطفال، نحن في قرى الأطفال لدينا بكل الخدمات في القرى وفي برنامج بيوت الشباب وفي المراكز المجتمعية، نركز على الخطط الفردية لكل طفل. من تتضمن الخطط الفردية عدة جوانب من حياته، الجانب التعليمي، جانب ترفيهي وتنمية مهارات، ونتابع بشكل دقيق هاي الخطط الفردية.
من ضمن الخطط والرصد والتقييم لهم تبين لدينا لمجموعة من الأطفال والشباب لديهم مواهب في الرسم. فانطلاقا من هذه النقطة يتم العمل على تنمية هذه المهارات. انطلقنا بإقامة جلسات مركزة مع الأطفال لقياس الرغبة، من لديه الرغبة برسم ورسم أي نوع لأي موضوع. فكان لدينا مجموعة من الأطفال لديهم رغبة بالمشاركة بمعرض رسم. كانت الفكرة فكرة المعرض التوعي لمكافحة المخدرات انطلاقا من مبادئنا بمشاركة أطفالنا باتخاذ القرارات. تم إبرام اتفاقية مع إدارة مكافحة المخدرات تتضمن نشر الهدف منها نشر الوعي المجتمعي عن أخطار ومضار المخدرات ولا سيما في الأسرة والمجتمع ولا سيما الشباب. انطلاقا من هذه النقطة تم اختيار الشباب والأطفال وشاركوا بمجموعة ليكون يوم المخدرات العالمي 26/6 من كل عام ويشاركوا بلوحات معبرة عن أضرار ومخاطر المخدرات. من خلال بعد إبرام الاتفاقية مع إدارة المكافحة تم جلسات توعوية من قبل إدارة المكافحة. إدارة مكافحة المخدرات لديها الكادر المؤهل لإعطاء الشيء الصحيح بالتوعية. فكان من خلال الرصد بالاستبيان قبلي وبعدي للأطفال بعد خضوعهم لهذه الدورات التدريبية لديهم الرغبة بنقل هذه المخاطر إلى المجتمع، فعبروا عنها باللوحات في المعرض الفني الذي أقيم بيوم المخدرات العالمي 26/6. يعني اليوم مسؤولية كبيرة إنه نحن نجيب أطفال هنن يبلشوا بالتوعية للكبار، وأكيد يمكن التوعية بتبدأ من نشأة الطفل من هو وصغير، ولكن اليوم خبرينا أكثر هدول الأطفال أو هي المواهب يلي شاركت بالمعرض كيف تم انتقاءها؟ أكيد كان في حرص كتير كبير على انتقاء المواهب. عظيم كتير هذا السؤال. تم انتقاء كما ذكرت كل طفل وكل شاب في قرى الأطفال لديه خطة تنمية فردية. هذه الخطة تتضمن عديد من الجوانب كما ذكرت في المقدمة، جوانب تعليمية ترفيهية ومواهب، ولديه إذا كان لديه مهارات، طفل لديه مهارات في الرسم، طفل لديه مهارات في الموسيقى، طفل لديه مهارات بالعمل في شيء في بزنس معين أو في عمل معين. فيتم من خلال لدينا أخصائيين ولدينا في مشرفين متابعين للأطفال، وكما ذكرت بالبداية المتابعة هي شيء جميل جدا حتى نصل إلى الحلول. بالمتابعة كما تفضلتي حضرتك أنه كيف يتم اختيارهم يتم برصد رغباتهم. في عنا استمارة قياس الرغبة عند الطفل، جلسات مركزة عند الأطفال من يرغب بالرسم، ومن خلال جلسات اللي تمت بالتدريب مع إدارة المكافحة تم انتقاؤهم بجلسة هل لديك الرغبة برسم، والفكرة هي التوعية عن مخاطر. كان شيء جميل أنه لدى الأطفال رغبة كبيرة بنقل هذه الصورة، وكان الأجمل أنه بعد تلقي التدريبات من إدارة المكافحة كان لديهم وعي. قياس الوعي قسناه عن طريق كما ذكرت الاستبيان، هل استفدت من خلال الأخصائيين رصدوا أنه نسبة الرغبة عندهم كبيرة جدا بنقلة، وكان في فترة زمنية من 1/6 إلى 26/6 بإنجاز 23 لوحة تحكي عن المخدرات. الفئات العمرية أظن سألتوا عن الفئات العمرية من 8 سنوات ل 18 سنة. طيب ست ميادة، مثل ما حضرتك قلتي اليوم يعتبر هذا النوع من الفعاليات هو مو بس مشاركة لهم، هو أيضا علاج نفسي ممكن يتلقوه، ونحن بنعرف أنه الأطفال يمكن أول وسيلة هيك بيعبروا فيها ببساطة هي الرسم. صحيح. وتعتبر استبيان واضح لسلوك الطفل وتعبر عن بعض المشاكل اللي ممكن يعاني منها. اليوم مشكلة حساسة مثل المخدرات، وخصوصا عم نحكي عن أطفال SOS، بنعرف إنه هن برعاية من هن عمر صغير ضمن وجودهم ضمن قرى الأطفال، فممكن مو الكل يكون متعرض لهي المشاكل ما بيعرفها. ففي أكيد مرحلة سابقة كانت قبل خليني أقول التعريف شو ممكن يصير مضار المخدرات، هل في تشبيك مع هذا الشيء أنه يكون في توعي أيضا نفسية ومعلومات قبل المشاركة بالمعرض؟ تماما، كما ذكرتي حضرتك
بداية الأطفال عنا منذ بداية وجودهم في قرى الأطفال من سن صغير لسن 12 سنة، بعدين ننتقل لبرنامج الشباب. كما ذكرت بالمقدمة، الاهتمام بالأطفال منذ الصغر بجوانب حياتهم. أنا ذكرت خطة تنمية فردية، في كل طفل لديه مجموعة الأطفال لديهم أخصائيين يتابعون الخطط التنمية. من خطط التنمية بيظهر لدى الأخصائي قبل المخدرات وغيرها، يتم الإضاءة على الأخطار المحدقة بالأطفال والشباب. وكما ذكرتي، الأطفال والشباب معرضين للتدخين للمخدرات في سوريا وغيرها، سوريا كبلد عابر، والحمد لله هي ظاهرة وليست أساسية في المجتمع السوري المخدرات. نحن نضيء في قرى الأطفال على أي خطر، سواء كان مخدرات أو أي شيء يضر في مصلحة أو حماية الطفل، فتتم متابعته منذ الصغر بطريقة مدروسة. لدي قرى الأطفال تمتلك كادر من الموظفين والإداريين مؤهل بشكل جيد، يتم اختياره بعناية ودراسة جيدة لمتابعة الأطفال. فعم تكون المتابعة بشكل جيد لكل شيء، من ضمنها مثل ما نقول توعية ضد أي خطر، من ضمنها المخدرات. فكان قبل سؤالك، قبل أخذ ذكرنا السنة السابقة تم إجراء جلسات توعوية للأطفال، وكانت كانت النتيجة إنه الأطفال تفاجأوا بالمعلومات الكبيرة والخاطر الكبيرة. وطريقة التدريب كانت جيدة جدا بوسائل إيضاحية كم هو خطر، بفيديوهات، بوسائل تجعل الطفل كم هذا خطر. عندما يكون أي إنسان فينا يظهر تبين له بوسائل معينة الخطر غير الكلام، عندما تتكلمين شيء وعندما تعطين بالتجربة شيء آخر. فكان لدى أطفالنا وشبابنا التدريبات المستمرة أعطت نتيجة، وكانت النتاج هذا العام هي المعرض الرسمي. سيدة ميادة، بما أنك منسقة رعاية الشباب، شو هي الخطة للبرنامج القادم وأبرز مجالات يلي بيتضمنها؟ يعني اليوم عم نحكي عن موضوع جدا مهم، وهلأ حاليا يعني كثير من الأشخاص والشباب والأطفال صار عندهم الوعي الكامل من خلال تلقي أي معلومة من هون بيفوتوا بيتأكدوا منها عن طريق الإنترنت، ولكن اليوم في برنامج عند حضرتك، خلينا نتعرف عن أبرز مجالاته، رح يتضمن كمان هذا الموضوع؟ تمام. هلأ برنامج رعاية الشباب أو خدمة رعاية الشباب، نسميه خدمات، نحن خدمة رعاية الشباب هي مرحلة انتقالية تمام بين من القرى إلى مرحلة الشباب. المرحلة تضمن استقرار الرعاية البديلة. نحن كما تعلمون بقرى الأطفال نرعى الأطفال فاقدين الرعاية. الشاب الطفل عندما يصل إلى مرحلة 12 عام يتم تهيئته لمدة عام لانتقال إلى برنامج رعاية الشباب. رعاية الشباب تكون في بيوت مستقلة مدموجة بالمجتمع. لدينا بداية 2024 10 بيوت، كل بيت الطاقة الاستيعابية من 5 إلى 6 شباب، 5 بيوت للشباب و5 بيوت للشابات. البيوت الشباب في مشرفين ومساعدين بالبيت، مشرفين، مشرف في المنزل يشرف على الشباب. الشباب حياتهم يتضمن تغطية وأهداف البرنامج، دمجهم واستقرارهم بالمجتمع من خلال جانب تعليمي صحي ترفيهي ونشاطات. طبعا شبابنا من 12 سنة إلى 18 سنة اسمها الرعاية المباشرة. الرعاية المباشرة في البيوت اللي ذكرتها موجودة في دمشق وريف دمشق، هم في مدارسهم ومدارسهم العامة والمهنية. بالنسبة كما ذكرت نرصد بالمتابعة ميولهم ورغباتهم وأنشطتهم، وهم بشكل شهري لديهم أنشطة من خلال نشاط موسيقي، نشاط رياضي، نشاط ترفيهي، رحل، في نشاط بحر كل عام للقرى، ترفيه للأطفال. بالنسبة للرعاية غير المباشرة بعد الانتقال من 18 سنة بيصير عندنا الشباب بمرحلة الرعاية غير المباشرة اللي هي اسمها شبه استقلال، بمعنى تبقى الجمعية برعاية
للأطفال ولكن يسكنون ببيوت مستقلة، ولكن متابعة من قبل مدراء حالي عنا بشكل غير مباشر. والحمد لله نحن عنا ببداية 2024 نحن عنا 54 شاب وشابة بالبيوت، وعنا بشبه الاستقلال 53 شاب وشابة. نسبة الجامعيين 40 من أصل 54 في منا عساكر بيروحوا، فنسبة التعليم عالية بالشباب نتيجة المتابعة اللي عم نحكي عنها. الأنشطة نحن شهريا بيكون عندهم أنشطة ودائما في جلسات مركزة معهم، في نشاطات ونعملنا مثل مسرح داخلي للشباب من أفكارهم وآرائهم، كانت هي عبارة عن بروفا مسرحية تم إعدادها وتنفيذها لا تنطلق لأكبر كتير، وهي من أفكار الشباب. الشباب حد ذاتهم هن اللي صاغوا السيناريو وعطوا الفكرة، بتعبر عن فكرة معينة. فدائما برنامج الشباب بيغطي كل متطلبات الشباب اللي بتنمي مهاراتهم وبتخليهم مستقلين ومندمجين. لدينا شراكات من خلال برنامج الشباب، لدينا شراكات مع المجتمع المحلي، لأنه أي جمعية لا تعمل لنفسها لوحدها. فلدينا شراكة مع دي اتش ال، هي بتشتغل على تدريب الشباب لإدماجهم ولدخول لسوق العمل بالنسبة لشبه الاستقلال. لدينا شراكة واتفاقية مع جامعة الشام الخاصة اللي بتعطي منح لشبابنا بالجامعة بشكل مجاني، ومؤخرا لدينا شراكة مع إدارة مكافحة المخدرات لجعل حملات توعوية للشباب والأطفال. أكيد يعني برامج حافلة، وأكيد بنقول أطفالنا وشبابنا بأيدي أمينة مثل أكيد ما تعودنا بقرى الأطفال وغيرها من مؤسسات الرعاية. شكرا لوجودك معنا ست ميادة، شكرا لكم، نتمنى لكم كل التوفيق. الله يسلمك. أنا بحب أقول شغلة أخيرة يعني يعطيكم العافية، بس بقول نحن تعلمنا من أطفالنا ومن شبابنا بالإس أو إس، تعلمنا كثير، علمونا كثير وعطونا كثير مهارات. يعطيكم العافية وسعد صباحك. شكرا. يعطيك العافية سيدة ميادة، وشكرا كثير لك ولكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك. أما هلا سلمى وصلنا لختام صباحنا، وشكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين. إن شاء الله نكون أغنيناكم بالمعلومات المفيدة لكم، وأكيد كل الشكر لكادر صباحنا غير. كونوا بخير من هون لبكرة ولبقية الأسبوع، كنتوا لحالكم أو برفقة الأشخاص يلي بتحبوها. أكيد يا عفاف يعطيك العافية، وأكيد لكل فريق الإعداد وأيضا خليني أقول التصوير والمونتاج وأيضا الإخراج وكل الزملاء الفنيين. واليوم مثل العادة اليوم الخميس آخر يوم بالأسبوع، بكرة حتكونوا محل خاصة لبيست أوف أبرز المحطات خلال أسبوع من صباحنا غير. لا تنسوا تراسلونا لأي مواضيع بتخصكم، تضلوا بألف خير. باي باي.